إذن مشاهدي الكرام، وصلنا إلى لحظة الحسم. من سيتأهل إلى نهائي مزامير داوود في طبعتها السادسة في فرع المرتل الصغير؟ هي لحظات صعبة أكيد، كل واحد في بيته الآن يتوقع أحد من البراعم في باله أنه هو من سيتأهل إلى نهائي مزامير داوود، لكن القرار بيد لجنة التحكيم، ربما ترى أموراً لا نراها نحن العامة في بعض الفواصل التي يمكن أن تؤهل برعم عن برعم آخر. لذا أهل الاختصاص هم أدرى بمن سيتأهل إلى نهائي مزامير داوود، لكن وصولهم إلى هذه المرحلة هو أكبر تتويج لهم. إذن المتأهل الأول لنهائي مزامير داوود الأسبوع المقبل، وهذه الولاية تصل إلى النهائي لأول مرة في نهائي مزامير داوود الأسبوع المقبل، الحاج زوار من ولاية البيض. ألف مبروك للحاج زوار من ولاية البيض، وصوله لنهائي مزامير داوود الأسبوع المقبل. إذن بقي متنافس آخر يتأهل إلى النهائي الأسبوع المقبل. هي لحظات صعبة أكيد تواجهها اللجنة ونواجهها نحن فريق الإعداد في أن نعلن على هذه النتائج، لكن هذا هو قانون المسابقة. والمتنافس الثاني مثلما وصل سراج، وصل عبد الرحمن من ولاية ميلا. لنجوم مزامير داوود في الطبعة السادسة، الحاج زوار وعبد الرحمن. ما شاء الله. نعم، هي لحظات صعبة أكيد، وأتمنى طبعا التوفيق لمصعب. ما زلت كاينة مسابقة العام الجاي، إن شاء الله وتشارك. إن شاء العام المقبل إن شاء الله ستشارك في فرع الحفظ إن شاء الله في المسابقة العربية بصوتك الجميل إن شاء الله. شيخ عبد القادر. مصعب، لك مميزات هائلة بني، أنت رائع في التلاوة، ولكن أنا أنتظرك في دور الحفظ، تكون حافظا بمثل هذا الصوت، ستتأهل بحول الله للنهائي. ننتظرك إن شاء الله في فرع الحفظ العام القادم بحول الله تعالى. وأختم مع الشيخ كمال قدة. تفضل كمال قدة. هذا الغلام مهدي عكوش، هذا الثبات وهذه الوقفة، شوف يا بني، ليس بينك وبين غيرك سوى فواصل دقيقة ورقيقة. بإذن الله عز وجل أنت وزميلك كلاكما صعد إلى هذا الدور، يعني معنى هذا أن لكما قوة هائلة وهدارة. العام القادم بإذن الله عز وجل ستكونون بإذن الله أقوى من ذلك إن شاء الله. تحية لهؤلاء الأبطال.